اهلا وسهلا ومساء الخير ومساء النور عليكم يا احلى واغلى متتبعات صحباتي الزوينات كي يريد لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار وكيف العاده غنبداو كلامنا بالصلاه والسلام على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني المسائي روتين مميز البنات انا متاكده غادي يعجبكم وكيشتو اليوم تبارك الله الشتاء المهم انا صورت لكم بالنهار السبت ولكن عاد كتاب نحط لكم الفيديو هذا النهار روتين ديال الشتاء وجايه الشتاء في الويكاند ما عندنا فين نمشيو غادي دوزوها غير في الدار ولكن خصنا نستغلو بحال هاد الفرص في الويكاند كيكونوا كي الوليدات ما قاريينش الزوج حتى كي هو كيكون ما خدامش في الدار نحاول غير واحد النهار في السيمانه نغير الروتين اليومي ديال كل واحد مشغول في شغالو الراجل كيجي مهدود من الخدمه كيبغي كي ينعس المراه مشغوله في الكوزينه الوليدات مع القرايه نغيروا شويه باش ملي كيوصل عاوتاني نهار الاثنين البدايه ديال السيمانه الجديده كنستقبلوه وحنا فرحانين كنستقبلوا ديك السيمانه وحنا عاوتاني قادرين نعطيو اكثر واكثر ودائما نحاول نخلق السعاده باللي كاين ما نبقاش البنات السعاده بالفلوس او لا بالزواج ولا بالخدمه ولا بالقرايه اللي لاباس عليه راه سعيد في حياته او لا اللي مزوجه راه سعيده في حياتها ولا اللي خدامه ولا اللي قاريه ولا 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 راه كل واحد شنو مكتب ليه الله السعاده ما عندهاش علاقه لا بمكان ولا بزمان هي كتجي من الداخل الا ما كنتيش مصالحه مع عاداتك هي الاولى والا ما كنتيش فرحانه انت براسك وعندك الثقه في راسك وفرحتي راسك راه ما حتى شي حاجه واخا نعرف يكون شنو عندك السعاده خصك انت تكوني بعدا ثيقه في نفسك مقتنعه تكون عندك القناعه ديك الساعه يمكن دي لك تحققي السعاده غادي نخرج لكم البنات على الموضوع المهم وانا كنمسح هاد البوطه اللي فيها هادشي اللي كندير الاياد كاين هاد الكريم مهم اللي بغات تسكريني البنات اللي حاملات عيالات اللي حاملات آه زوين 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 بزاف عرفتوا ديك لي تراس اللي كيبقاو مورا الولاده ملي كتجبد الكرشه راكم عارفين المره فاش كتكون حامله كرشه كتولي كبيره وكتجبد وكتخلي دوك لي ومن بعد الولاده كيبقاو هكا مشوهين في في الدات ديالها هذا غزال البنات راه لا مارك ديالو من طاليان انا هذا ما شريتوش عطاتو لي واحد السيده فاش كنت حامله عطاتو لي من تقريبا ملي كانت عندي شي 6 شهور وانا كنديرو كنديرو يوميا ال الكرشي مهم جنابي وداكشي اي بلاصه كنعرفها غادي تدير دوك الخطوط اولا دوك لي تراس كندهنها كامله يوميا يوميا عرفتو زوين ما فيش شي ريحه زعما خايبه ولا شي ريحه مجهده ولا ما فيش وزوين هذا اللي عنده شي وحده على برا المهم اللي عندها العائله ديالها على برا بغات تسكرينيه باش يصيفطوا طولها اولا تقدري تقالت تس... لي راه كيقدروا يكونوا في لي فارماسي اولا في لي بارافارماسي تسكرينيه وتوريه ليهم زوين البنات انا فاش كنت حامله بالياس كنت كندير صراحه زيت اركان زيت اركان زوين ولكن كيخلي كي شويه ديال لي تراس اما هذا ما كاينش بحال ما زعما نهائيا يعني حامله ولا كرشي تجبدات ولا فن فن المهم انا قلتها للعيالات اللي حاملات وكيف لهم هذا المشكل هذا راه غزال. غزال 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 ما غاديش تندموا عليه الا خديتوه اكيد البنات كي كتشوفوا واخا العشيه هذا انا وصلت النوبه لهاد بيت الناس كنجمعو كندير له واحد الميناج خفيف واخا انا مولفه كنبدا به في الصباح هو الاول ولكن اياد الا رجعي ينعس كنحاول ما نبقاش نقرقب عليه ونصدعو باش يبقى ناعس وكنستغل ديك الفرصه اللي هو ناعس فيها كنوض كنجري كنمشي للكوزينه كنقضي شغالي راكم عارفين الوليدات ضروري ما كيديو شويه ديال الوقت المهم الا كان هو ناعس كنمشي للكوزينه عندي شي عجينه شي تصبين شي غدا كنحاول كنحاول زعما نقضي الشغل وهو ناعس باش ملي كيفيق عاوتاني كنعطيه وقته صافي وبقى هكاك حتى لدابا عاد وصلت ليه وقيتو كنجمعو من بعد ما غادي نسالي غادي نمشي للكوزينه باش غادي نشارك معكم غنوجد واحد التحليه كتجي لذيذه بزاف وسهله مهله الا جربتوها غتوليو مدمنين عليها غتعجبكم ومهم اي حاجه وجدتها قلت لكم اليوم السبت كان فرق سام شوية كان كان نهار السبت كان ممكن واحد الطويلا تكون مفركسه انتك واحد شويه كنسهروا عليها كنغيروا بها الروتين حيت ماشي مشكل واخا نهار السبت لحد راه كنصبحو ناعسين ماشي مهم ما كان ماشي بحال الصباح بكري ديال الايام الاخرى كنفيقوا بكري تبعنا المدرسه تبعنا هذه تبعنا هذه كنوضو جري عليا نجري عليك لا كناخذو راحتنا حتى ديك السيمانه نا كامله اللي ما كنكونوش مجموعين كل واحد كيفطر بوحدو الغداء قليل فاش كنتجمعوا عليه وحتى الليل عاد كنتجمعوا ولكن واخا هكاك كتكون واحد الوقيته ديال الحفاضه مع الوليدات وحتى العشاء كيخصنا نتعشاو بكري باش نعسو عاوتاني بكري ما كيكونش عندنا شي وقت كبير اللي غادي نجلسو فيه ولا هذاك الشيء باش كنفضل واحد النهار في السيمانه اللي هو كيكون خصوصا نهار السبت نخليوه مميز عندنا انا ما تكون كاملين تخليو هذا النهار ديال السبت يكون يوم مميز تكونوا كتسناوه كاملين ماشي غير وليداتكم كتسناوه كاملين باش تجمعوا على واحد الطبيله ديال الماكله ماشي ضروري تكون شي حاجه اللي هي المهم كتخالفي كتغيري كديري شي حاجه زوينه اللي تعجبكم كديروا شي فيلم تسهروا عليه تفرجوا كت قدروا تجلسوا مجموعين تعاودوا القصص تحطوا التليفونات خليو التليفونات واحد شويه ما كرهتش ديروا القضيه والا درتوها انا متاكده باللي غادي تعجبكم صافي هنايا من بعد ما جمعت الغرفه ديال النوم كي كتشوفوا صافي ساليتها كندير لكم واحد الجوله خفيفه حيت ديك المره فاش خملتها وغيرت لها الديكور كانت حتى حاجه ما ما مقدها ما دايرهش لي طابي ما ديرش ما ما المخاد الخاميه كلشي كان مصبن كلشي كان مشمش ما رديت حتى حاجه البلاصه هنايا الخاميه البنات صراحه خرجت قالوا لي بزاف حيت كان فيها الغمال ديالها صابوا البلد ديال ديك البلاصه البلايص اللي فيهم الغمر راه كيحيد ولكن انا بيت غير في جافيل والغد ليه صب انت صافي وما بقى فيها لا غمال لا والو وهذه هي الغرفه من بعد التغيير وجيت للكوزينه باش غادي نصايب التحليل اللي قلت لكم غادي نصايبها شويه بكري باش كتبرد في الثلاجه وكتشد في بالنسبه للمقادير غادي ناخذ واحد الكاسرونه غندير فيها جوج كيسان ديال العنبه من الحليب وغادي نزيد عليهم سنيده على حسب الذوق شحال ما بغيتو غندير جوج معالق كبار ديال سنيده وغندير الكاكاو الكاكاو المور معلقه كبيره تكون عامره مزيان وعندي هنايا النشا او لا مايزينا حتى هي غادي ندير واحد جوج معلقات كبار يكونوا عامرين مزيان والقهوه اللي بغات المذاق ديال القهوه تزيد دي القهوه انا كيعجبني دي المذاق ديال القهوه, دي القهوة. صراحه كتعطي واحد البنه زوينه غندير معلقه صغيره ديال القهوه سريعة الذوبان أي قهوة كما كانت وكنحرك كلشي مزيان كنديرها فوق العافية وكنبقى مقابلها كنحرك فيها باش ما حتى كتعقد المهم هاد التحلية البنات راه فيها جوج ديال الطبقات فيها الطبقة الأولى بالشكلاط والطبقة الثانية بالكراميل هنايا من بعد ما طفيت على الكسرونة زدت واحد خمسة د دي الحبات ديال الشكلاط كحل وكنبقى نحرك مزيان حتى كيدوب داك ش... داك الشوكولاط راه دغيا كيدوب البنات صافي هنايا غادي نشد الكيسان الفين غندير التحليه الكيسان ديال التقديم كناخد هاد المول ديال لي كاب كيك وكنحطهم بشكل مايل حيت دابا تشوفوا الديكور كيفاش غيجي بغيت يجي بشكل مايل المهم الطبقه ديال الشوكولاط كتجي مايله صافي وكنعمر الكيسان غير من واحد الجنيب ممكن ما بغيتوش ديروا هذه القضيه هذه تحطوا الكاس عادي وكديروا الطبقه الاولى كتجي عاديه وعاد تخليو كيش راسو عاد من بعد كتزيدوا عليه الطبقه الثانيه ديال الكراميل ولكن انا عجبني بغيت نديرو بهذه الطريقه هذه كنخليه شويه فوق سطح العمل حتى كيدفى ومن بعد عاد كندخلو الثلاجه كيبرد وكيش راسو دابا غادي ندوز نوجد الطبقه الثانيه ديال الكراميل على عافيه مهيله كندير كاسرونه كندير فيها كاس ديال سنيده وكنخليها ما كنحركها ما كنقيسها ما والو حتى كنشوف ديك سنيده بدات كدوب عاد كنهز غير الكاسرونه بيدي ما كان حتى شي حاجه وكنبقى نحركها كندورها كنحركها حتى كذوب تقريبا تماما عاد كناخذ هاد المغرف ديال العود وكنبقى نحرك باش كيذوب ديك سنيده اللي كتكون مازال ومن بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده الزبده العاديه ديال البواطه هنا ما مزرباش لكم البنات باش باش الطريقه بالضبط وباش من تجربه التحليه تنجح معكم من اول مره صافي كنبقى نحرك عاوتاني بهاد المغرف ديال العود حتى كيذوب ديك الزبده كامله ما كتبقاش كاع باينه وكنزيد كاس ديال الحليب هاد الكاس البنات الاول مذوبه فيه معلقه ديال النشا ومعلقه كبيره ماشي معلقه صغيره غسيتو داك الكاس ديال الحليب هذا الكراميل غادي يبقى بحال كيتحجر ولكن ما تخافوش كتبقاو غير كتحركوه شويه بشويه ودائما العافيه كتكون مهيله حتى كيدوب راه ما كيبقاش محجر بحال هكا غير هو في الاول ملي دا تكونوا دايرين ديك سنيده كذوب عندك وتخليوها تحرق ما تغفلوش عليها باش ما كتعطيش واحد المذاق ديال الحراق وخيب في هذا الكراميل صافي دابا غادي نزيد الكاس الثاني ديال الحليب وهذا الكاس الثاني مذوبه فيه معلقه ونص ديال النشا علاش حيت غادي نزيد جوج كيسان ونص راه هنايا غادي مازال غنزيد نص كاس الثاني في المجموع غادي ندير جوج كيسان ونص وهذا هو نص كاس التالي اللي بقى ما دايره في البنات لا نشا لا والو صافي كنزيدو كنبقى نحرك حتى م... حتى كيدوب ديك الكراميل ما كتبقاش محجره صافي هي دابت كيف قلت لكم راه هكا تذوب وفي الوقيته غادي نزيد واحد الساشيه ديال الفاني باش كتعطي واحد المذاق زوين واحد النسمه زوينه وخمسه د دي الحبات ديال الشكلاط الشكلاط البيض عادي درهم ديال الشكلاط وغادي نبقى نحرك عاوتاني حتى يبدا يغلي هذا الخليط حتى يبدا يغلي كيولي في درجه الغليان عاد ديك الساعه صافي كيكون واجد كنطفي عليه صافي البنات ها هو بدا كيغلي دابا غادي نطفي عليه شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي ومازال ملي غادي يبرد كيولي بحال دانيت كاراميل جبدت الكيسان اللي كنت درت في الثلاجه هانتوما البنات صافي راه شاد الرسوم واخا حطيت الكاس عادي بقى داك واخا دا ديك الفورمه ديال شكل مايل وكنزيد دابا الطبقه الثانيه ديال الكراميل شتو الشكل كي كيجي كي فيهم كيجي زوين كيجي مختلف على ديك الطبقه فوق الطبقه اللي كان مولفين كنديرو ديما غادي نعاود نقدهم دابا فهاد البلاطو باش ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا مزيان وكيشطوا فراسهم حيت خصها تكال بالنسبه للعشاء غادي نوجد الطاكوس كيقول لكم نهار السبت كيكون شوية مغاير مختلف كنديرو حتى شي ماكلة زوينة اللي كتعجبنا حنايا الكبار وكتعجب حتى الصغار السقاطة هادشي ديال لي ساندويتش هنايا خديت غير هذا اللي جاهز واجد غادي نوريكم واحد الطريقة زوين باش باش كيتقاد مختلفة على الطريقة العادية اللي موالفين كناكلوه كن ديما كيكون مربع هذا كيجي على شكل مثلث المهم خديت المقص قطعت غير واحد النصيص كي شفتو في الصورة دهنت ب بديك صوص الجيريان يعني ممكن تدهنوا بأي صوص عندكم كان كحاز واحد شوية كنحط الكفتة أو الدجاجة أو أي حاجة درتوها نسيت عاوتاني كنكحز واحد شوية مهم أنا غادة على ديك الدائرة ديال الخبز ديال الطاكوس درت الفريز وفي هاد البليسة اللي بقات خاوي درت هاد, هاد الفرماج ديال الساندويتش وكنطويها بهاد الطريقة كي كتشوفوا في الصورة راها سهلة البنات وكيجي حتى في الماكله ديالو ساهل غادي نعاود معكم وحده اخرى كناخذ واحد القطعه ديال خبز الساندويتش كنضربها بالمقص غير حد النص ماشي كامله وكنبقى غادا على ديك الدائره كندير شويه ديال الصوص اي صوص عندكم عاوتاني من بعد كنحط الكفته وغادي نزيد شويه حداها وغادي نحط الفريت راكم عارفين طاكوس كيخص يكون فيه الفريت واخر حاجه هاد الفرماج المربع وكنطويها بهالطريقة الطريقه كنحط وحده فوق من وحده راه ساهله كناخذ الاله ديال البانيني كنديرها كتسخن بعدا غادي نجاوبكم على الاله ديال البانيني ما حديتش بالتفكرت بزاف ديال البنات كيقولوا لي شنو سميتها وصدقات زوينه هانتوما البنات كتشوفوا السميه ديالها اللي باينه لكم امبيريال هذه راه خديتها تقريبا ربع سنين ولا المهم شحال هذه وهي عندي وصدقات لي زعما زوينه كتسخن مزيان كنطيب فيها شحال من حاجه راه دايره واحد الفيديو عليها بالتفصيل كيفاش كنظفها شنو كنطيب فيها ما فيهاش لي بوطون فيها صافي مجرد ما كندير لها البريز كتشعل بوحدها وصراحه صدقات زوينه و كنت خديتها ب 200 درهم 4000 ريال هاد الشي راه شحال هذه اما دابا واقيلا نقصو رجعت ديك 3400 3600 بحال هكا صافي كنست في هاد القطع ديال الطاكوس و كنبريسيها وكي شفتو راه حتى الخبز ديال الطاكوس غير شريتو واجد ما وجدتوش قلت باش نستغل الفرصه حتى انا نرتاح شويه ما نبقاش انا غير واقفه واقفه في الكوزينه نسالي بكري ونمشي نجلس مع وليداتي ونجلس مع الزوج ديالي نستغل الفرصه ما بغيتش يدوز ليا وقتي كامل في الكوزينه ونعيا نحاولوا داك النهار نديروا شي حاجه اللي هي مزروبه صافي هنايا عاوتاني خديت هاد التبصيل ديال العود درت واحد جوج ديال البنانات غير صغار قطعتهم ديروا اي ديسر عندكم تقدموه بواحد الطريقه اللي مختلفه اللي كنحطوا في الشبكه اولا في الطبصيل عادي قطعت البنان عصرت عليه بعدا شويه ديال الحامض باش ما يكحلش درت الفريز وغنزيد حتى شويه ديال التمر الا عندكم الزبيب مهم الحاجه اللي عندكم كتحطوها وتعمرو وتزوقوا القضيه وخديت هاد صوص شوكولا غادي ندير واحد الخطوط فوق الديسير كيعطي واحد المنيطر واحد الشكل زوين كيف كنقولوا العين كتاكل هي الاولى فاش كنشوفوا شويه الزوق كتفتح لينا الشهيه وكيعجبنا الحال هنا غادي ندير شويه ديال السقاطه آه شويه ديال الفاكهه خديت هنايا هاد الكوكيز ولا اي بيمو كيف ما كان كديروه المهم ضروري تكون شويه ديال السقاطه شويه ديال الحلاوه وغادي نزيد هاد الاصابع ديال الشكلاط شويه البنات راه ماشي غتشوفوا هادشي تقولوا خصني نكلف على راسي ولا راه ممكن تشري غير 3 ديال بيموات ديال درهم وتزوقيهم في الطبصيل وتزيدي معاهم اي حاجه عندك في الدار من التمار الزبيب الديسير اللي كان كتزيديه معاهم وخيكلو غير جوج ديال القطع الواحد غير ديك الطريقه باش قديتي الطبصيل وباش زوقتي ولا غير الليمون تقطعي بشي طريقه زوينه غادي يعجبهم او لا تمشي عند مول الزرع غير واحد خمسة دراهم مخلطه درهم, درهم زريعه درهم حمص درهم كاوكا وخلطي داكشي في طبصيل وزيدي معاه شويه من هنا وشويه من هنا وتجمع ليهم انت وليداتك والزوج ديالك وقولها وضحكي عليها وغدوز واحد الوقيته اللي هي زوينه بزاف هنا جبت التحليه من الثلاجه صافي راها بردات راها واجده غنزيد لها واحد الزين حكيت شويه ديال الشكلاط كحل زدته من الفوق ما يمد الزين كيبقى اختياري ممكن ما ديرولها كاع حتى شي حاجه تخليوها غير بحال هكاك راه كيبان فيها في الكاس زوين وضروري البنات في السهره العائليه من الكليه شكون اللي ما كتعجبهاش الكليه بدا كتعجبني كديرها بزاف ديال المرات في السيمانه ماشي زعما غير نهار السبت كيعجبني مره مره نملح فمي الا ما درت شيبس كنديرها هي راه شيبس هي شاركتها معكم في القناه كيفاش كتوجدوها في الدار كتجي مقرمشه وزوينه بحال ديال الزنقه كنوجدها في هذه الاله ديال بيم اللي حتى هي كتسولوني عليها بزاف شحال خديتها ومنين خديتها هذه خديتها من العروض ديال بيم اللي كيديروا نهار الجمعه كندير لها واحد الثمن زوين 120 درهم 2400 ريال وقلت والو خصني ناخدها علاش حيت انا كتعجبني بزاف كي قلت لكم وكان والكوكوط ديما عندي حالتها حاله واخا كنحكها صافي في ديك اليومين عاوتاني دي كنتشهل قليل كنرجع نديرها فيها كترجع الكوكوط راكم عارفين كي كتولي بحال محروقه بحال ما مهم المهم كتضيع الكوكوط ماشي بحال هذه الاله خاصه بها بقات ليا غير المليحه وهكا كنكون ساليت وفي واحد الوقت قياسي اللي دغيا دغيا ما خدمني لا وقت لا جهد باش نوجد واحد الطبيله اللي زوينه نجمع عليها انا ووليداتي ونستمتعوا بدوك اللحظات ونستمتعوا بالوقت ديالنا وغادي نجلسوا دابا نتمتع بهاد الطبيله اللي وجدت اللي بغى شي حاجه ياكلها هنا البنات راجلي راه جالس ولكن ما يمدش يديه ياكل راه حتى كنحبس التصوير كيقول لي حتى تسالي على خاطرك <applause> عاد ناكل حتى هو كنخليه على خاطره المهم البنات حاولوا تفرحوا وليداتكم بابسط الاشياء راه غيجي واحد الوقت وغادي يكبروا ما غاديش يبقاو صغار راه صغار راه حويجات بسيطه ولا حويجات ما راه هي غادي تفرحهم وكيبقى لهم هادشي في عقلهم حتى كيكبروا كيبقاو يتفكروا هادشي غيجي واحد الوقت ان شاء الله وغادي يكبروا غادي يولي المتطلبات ديالهم كبيره وغتولي المتطلبات ديالهم كثيره راه دغيا كيكبروا غتبقاي غير انت والنكار ديالك راس في الراس غتبقاي <applause> غير نتي ومزيو هو كيكبر وكيزيد فيه وديك الساعه تبقاي تقلبي على باش تعمري وقتك وعاد غادي تقول يا ريت كون استغليت ديك الفرصه فاش كانوا صغار كون تبقاي تحسري على هاد الايام الا ما استغليتيهاش بحال هكا وتبقاي غير امتى يجيو يزوروك خديت <applause> <applause> هاد الكاس ديال التحليه غادي ناكلو غادي نوريكم كيفاش كتجي البنات عرفتو كتجي بنينه بنينه بزاف بهاد الطبقه اللي فيها الكراميل قلت لكم كتجي بحال دانيت كراميل كتجي بنينه بزاف غير حضيوه مع سنده باش ما تحرقش لكم يجيش فيها المذاق ديال الحرق وهذا هاد الطبقه هذه اللي درناها بالكاكاو فيها الشوكولاط وفيها القهوه كتجي بنينه حتى هي لذيذه لذيذه بزاف بهاد المذاقات ومن بعد ما كلينا كتشوفوا راه البيت مرون بطبيعه الحال ولدي راه كاين كيلعب <applause> انشقلب الدنيا كنخليه على خاطرو هنايا بغينا غير نحيدو هاد الطبله من لهنايا باش غادي نفرش غندير واحد الكليصه في الارض راجلي راه كيقلب لنا على شي فيلم باش غادي نجلسو ونتفرجو فيه مجموعين ولا لاحظت راه الياس فرحان فرحان راه غير كينقص حيت كيعجبو بزاف هاد النهار كيقول لي واش هاد النهار هو ديال الفيلم فاش غادي نتفرجو احنا كناكلو بابا درنا الفيلم هو بابا درنا الفيلم وكنقول له صافي غير خلينا باش نتكونسونطراو مع الفيلم ونشدو القصه من الاول ما <applause> لينا حتى لقطه احنا غادي ناكلو غادي نجلسو نتفرجو في خطورنا طبلي حتى هي ما جمعتهاش راه كلينا غير طاكوس وديك التحليه وداكشي الاخر راه مازال اللي بغى شي حاجه راه غادي نوضيه صافي فرشت هاد الكوفر اللي هنايا في الارض ودرت هاد المخدات وجبت المنطه باش نتغطى راه البرد صافي وغادي نجلسو وغادي نتفرجو في الفيلم وهنا الغزات ديالي كيوصل الفيديو للنهايه كنتمنى يكون عجبكم ويكون خفيفه ظريف على قلوبكم وهاد القضيه ما تجربوها اللي مازال ما كديرها بزاف كيديروها بزاف ما كيديروهاش الا ما قدرتوش ديروها مره في السيمانه ديروها مره في 15 يوم او لا مره في 20 يوم وغادي تشوفوا الفرحه اللي غادي تدخلوا لوليداتكم الفرحه اللي غادي تدخلوا لجوركم بابسط الحوايج ممكن تخلقوها وغادي تحسو بالفرق وغادي تقضيو على داك الروتين اليومي الممل ديال كل نهار وليدات كيعيو بالمدرسه كيعيو بالحفاضه كيعيو بهذه ملي لهم شي حوايج مغايره كيحسوا بواحد الدفء العائلي كيحسوا بالحب ديالكم كيحسوا بيكم مقربين اكثر واكثر مهم هنايا يعني كنقول لكم الى اللقاء حتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله وشكرا بزاف على حسن المتابعه